ينضم إلينا من اسطنبول علام مصباحات مراسل الغد. تفاصيل هذا القرار علام، وماذا عن ردود فعل الحزب؟ نعم صلاح، دعنا نبدأ برد الفعل من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي جاء على لسان رئيسه المشارك مدحت سنجار قبل قليل. قال فيه إنهم يرفضون جملة وتفصيلة قرار المحكمة الدستورية أو القبول بشكل مبدئي على الأقل من المحكمة الدستورية، وقال إن هناك حملة سياسية تستهدف حزب الشعوب الديمقراطية الكردي يترأسها أو يقودها تحالف الحزب الحاكم بما يشمل حزب الحركة القومية المتطرف تجاه القضية الكردية تحديدا، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال إن هناك عدد كبير من الإجراءات التي أو يعني الخطوات التي يقوم بها هذا التحالف التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وإن هذا القرار الذي صدر اليوم من المحكمة الدستورية هو قرار سياسي بضغط من حزب الشعوب، من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة، أي تحالف الحزب الحاكم. نعم، علم هذه تصريحات، ماذا عن التحركات؟ بالفعل هناك اجتماع لقيادة حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بدأ قبل قليل من أجل اتخاذ من أجل تحديد الخطوات التي ستتخذ من طرفهم ومن طرف المعارضة بشكل أوسع في الفترة القادمة. نتوقع أن تكون هناك خطوات احتجاجية على هذا القرار. المعارضة بشكل أوسع ترفض فكرة إغلاق الأحزاب من حيث المبدأ. هذا الأمر لا يقتصر فقط على موضوع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، ولكن أيضا يعني هي ترفض من حيث المبدأ فكرة أي إغلاق أي حزب سياسي، لأن هذا الأمر غير ناجع أولا، وإنه يعني يعارض الديمقراطية ويعارض كلمة الناخبين الذين صوتوا لهذا الحزب بغض النظر عن هذا الحزب. هذا الأمر تحدث عنه زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدارولو الذي قال إنهم يرفضون جملة وتفصيلة فكرة إلغاء أي حزب سياسي في البلاد، وإن العملية الديمقراطية واحترام العملية الديمقراطية تقتضي أن تبقى الأحزاب على رأس عملها. من المهم الإشارة هنا صلاح إلى أنه جاء في البيان أو في الطلب المقدم من حزب الشعوب من المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية بأن هذا الحزب، حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وإن قادته كانوا يستخدمون السيارات الرسمية والحصانة الدبلوماسية في البرلمان من أجل نقل عناصر حزب الشعوب، حزب العمال الكردستاني من مكان إلى آخر، وأيضا من أجل نقل سلاح ومعدات تابعة لحزب العمال الكردستاني. هذا اتهام خطير جدا، ويعني أن البلاد دخلت مرحلة تاريخية جديدة بحسب حتى ما قال زعيم أو يعني القيادي المشارك، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي. أيضا قال إن البلاد بدأت اليوم أو دخلت اليوم مرحلة تاريخية جديدة، وإن ما بعدها سيختلف تماما عما قبلها، وإن هذا الأمر سيؤثر سلبا على السلم الاجتماعي وعلى الاستقرار. نعم، على يعني الحياة الطبيعية في البلاد بحسب ما قال. على مصباحات مراسل الغد كنت معنا من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا لك.